أستاذ دكتور فيصل، أهلا بك. حياكم الله، تحياتي لكم وإلى مشاهدين قناتكم الكرام. حياكم الله من المظاهرة للشعب الأحوازي في لندن. أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. حياك الله دكتور فيصل. يعني أنت الآن متواجد في أحدى المظاهرات التي خرجت يعني بمناسبة ذكرى مجزرة معشور، الذكرى السنوية الثالثة. بماذا تطالب هذه المظاهرة في لندن؟ نعم، أحييكم مجددا. أنا أتكلم وخلفي هنالك النشيد الوطني الأحوازي يعزف، والمشاهدين الكرام يستمعون إلى نشيد الأحوازي الذي الأحوازيين يسمعونه للاحتلال الفارسي. نحن هنا نجتمع من أجل الذكرى السنوية الثالثة لانتفاضة تشرين في نوفمبر عام 2019، حيث الاحتلال الإيراني ارتكب مجزرة بحق شبابنا، حيث راح أكثر من 200 شهيد في ساعة واحدة، قضوا عليهم بأنواع العتاد العسكري والدبابات والطائرات، استخدمت لقتل أكثر من 200 من شبابنا في آن واحد. نريد أن نذكر العالم أجمع أنه لا يمكن للاحتلال الفارسي أن يستمر بعنجهيته ضد شعبنا وباقي الشعوب غير الفارسية، رغم الأجواء الباردة والمطر الموجود اليوم في لندن، ولكن لم يمنعنا من أن نقوم بهذه المظاهرة تحية وإجلالة لشهدائنا الكرام الذين غضوا تحت النار الفارسي. كما ترى حضرتك والمشاهد الكريم، جموع غفيرة من الأحوازيين اليوم حضرت مقابل وكر الاحتلال الفارسي، و مستمرين حتى تحقيق الهدف المنشود. إذن دكتور فيصل، يعني هذه الذكرى السنوية الثالثة، وبالنسبة لمرات سابقة، هل كان إحياء هذه الذكرى بهذا الحشد الكبير في لندن وفي عواصم أوروبية، أم أن الأمر اختلف مع تصاعد القمع ضد الاحتجاجات المندلعة في الشارع الإيراني؟ حقيقة أنه القمع اللي موجود، وحضرتكم وكل المشاهدين الكرام يرى كيف يعني بسبب عدم وجود رادع دولي لهذا النظام المجرم استمر من عام 2019، واسمح لي أن أكون صريح، منذ احتلال الأحواز حتى يومنا هذا الاحتلال لم يوقف جرائمها بحق الإنسان، بحق البشر، بحق الحجر، لكل شيء لم يسلم من هذا النظام المجرم. فلهذا السبب ترى في هذه الانتفاضة المستمرة حاليا، حيث النظام الإيراني للأسف الشديد قتل ما يقارب 500 شخص في هذه المظاهرة، من الأطفال، من الشيوخ، من النساء. ولهذا السبب نرى اليوم ليس فقط الشعب الأحوازي والشعوب غير الفارسية، حتى الشعب الفارسي الذي يعتقد النظام كان هو ملجأه الأخير، للأسف الشديد اليوم نرى انه الشعب الفارسي عرف انه هذا النظام لا يدير، لا يعير اي اهتمام ليس للانسان الفارسي ولا اي انسان اخر. لهذا السبب نرى انه المظاهرات هي عارمه في ربوع ايران، لم تكن منطقه الا وثارت ضد هذا النظام المجرم. طيب ختاما معك دكتور فيصل، بالنسبه لعزله ايران على المستوى الدبلوماسي، أنتم في لندن وهناك مظاهرات أيضا ضد هذا النظام في عواصم أوروبية أخرى، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه المظاهرات وهذه الأصوات التي تخرج من العواصم الغربية تعزز من عزلة إيران؟ حقيقة المواقف الدولية الأخيرة التي شاهدناها من ألمانيا، من فرنسا، من بريطانيا، إن لم تكن بتحرك من الشعب بالداخل، الشعوب غير الفارسية والشعب الفارسي، وأيضا من المناضلين في المنفى، لم نرى هذه الإدانات والتحركات من قبل الدول الأوروبية. وفقط لمعلومتك ولمشاهديك الكرام، سوف تكون للشعوب غير الفارسية كلمة في الأمم المتحدة يوم 1 و2 من ديسمبر، أي بعد أسبوع من الآن، وتكون لنا كلمات مختلفة
حول انتهاكات النظام الإيراني، وسوف نقرأها على مسامع جميع المشاركين من الدول في الأمم المتحدة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك القيادي في الجبهة الديمقراطية الأحوازية والرئيس التنفيذي لمركز حقوق الإنسان الأحوازي دكتور فيصل الأحوازي، شكرا.